from export, I forgot to mention that also, and this is something that we give great deal of recognition for the Secretariat, whereby myself as a chair, not as a Saudi representing Saudi Arabia, but as a chair and with the Secretariat, we worked hard with the 7 independent sources verifying Russia number, and they have committed to this exercise, and they are going to be doing it on a monthly basis. And for them to choose, and I would have to give it to them, that it was a voluntary cut that was not imposed on them. It was actually genuinely was delivered by them, including delivering that they will do it from their exports, because it is more meaningful for people to gauge whether this commitment was discharged. ينضم إلينا من فيينا الباحث والمستشار في شؤون الطاقة بجامعة إمبريال كوليج لندن يوسف الشمري. سيد يوسف، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض. السعودية لم تعد المنتج المرجح كما كانت تسمى في الثمانينات، بل أوبيك بلس تلعب هذا الدور اليوم. هذا كان تصريح لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. ما المقصود بأن أوبيك بلس أصبحت هي المرجحة اليوم في السوق؟ أهلا وسهلا أخي نايف، صحيح سعيد الحديث مع العربية. هو طبعا لما نرجع لسياسة الثمانينات، كانت سياسة الإنتاج في منظمة أوبك في ذاك الوقت وتسعير النفط والصادرات النفط من دول الأوبك مختلفة تماما عن ما نشاهد الآن. كانت في الحقيقة يعني يوضع السعر، والسعر هو اللي يحدد الطلب. فهذه السياسة لم تنجح، وبالتالي انخفض إنتاج المملكة إلى دون 3 مليون برميل. فهذه كانت من العيوب التي كانت في النظام السابق. ثم المملكة تخلت عن دور المنتج المتأرجح وأعادت، يعني حافظت على حصتها ودافعت عن حصتها السوقية. أيضا شفنا هذا حصل في 2014 لما صار هنالك في صعود في إنتاج الزيت الأمريكي. والآن ضمن نطاق أوبك بلس، فعن من المملكة لا تتحمل العبء لوحدها فقط، بل يجب على جميع الأعضاء، خصوصا في حد نظري الأعضاء المنتجين الكبار في هذا التحالف، المشاركة، فحتى يكون يعني هنالك محافظة استراتيجية على حصة المملكة العربية السعودية في مزيج النفط العالمي. الأمير أيضا كذلك تحدث عن تمديد التخفيضات، أكد أيضا كذلك على أن روسيا قامت فعلا بهذا التخفيضات، ودعنا نقول أزال يعني الضبابية عن ما كان يعتقد فيه بأن هناك خلافات ربما داخل أوبك بلس، خصوصا بين السعودية وروسيا، ومراقبة أيضا حتى الإنتاج الروسي. أسأل، هل هناك قلق من أوبك بلس بشأن مسألة الطلب خلال النصف الثاني من هذا العام أو مستقبلا، لأن هناك توقعات بأن يزيد الطلب مستقبلا بنسبة تقريبا 23% كما جاء اليوم في هذا الاجتماع؟ والله يا أخي نايف، لو تقرأ التقارير اللي تصدرها المنظمة لا زالت متفائلة، يعني ما نقصت أو أقام الطلب إلى أقل من 2 مليون برميل، لا زالت عند 2.3 مليون برميل حسب تقارير أوبك. لكن الأسواق يعني ترى شيء مختلف، يعني احنا شفنا مثلا تخفيضات اتخذت في الاجتماع الماضي، وايضا امداد تمديد لخفض الطوعي للمملكة، لكن الصورة اللي يعيشها الاقتصاد العالمي حالة اليقين مرتفعة. فالقرارات اللي اتخذتها أوبك بلس تدلك انه هنالك قلق نوعا ما من حالة الاقتصاد العالمي. هنالك نمو في الطلب، لكن حالة الاقتصاد العالمي تضع هنالك ترفع حالة عدم اليقين، وهذا يعني ما في قلق انه حتتأثر نسبة الطلب على الطاقة خلال المستقبل أو خلال على الأقل نصف العام 2023. في العام الحاضي هنالك نمو، لكن قد لا يكون بالنمو اللي كنا متوقعينه مسبقا، لأن الانفتاح في الاقتصاد الصيني لم يأتي حسب المتوقع. على المدى المتوسط والبعيد، يعني خلينا نقول خلال 10 سنوات، أعتقد أن هنالك ثقة كاملة أن الطلب على النفط سيستمر في الصعود، إلى صعودا إلى اللي هي حوالي 8 مليون برميل مستوياته اليومية، يعني يوصل حوالي 110 مليون برميل. فأعتقد على المدى البعيد ليس هنالك قلق، لكن على السنة هذه مثلا، السنة القادمة طبعا لا ننسى اللي هو الأمور اللي جالس تأثر على الاقتصاد العالمي، من أسعار الفائدة، من مقلق أو القلق في الركود الاقتصادي،
ايضا الحرب في اوكرانيا واللي هي السبلاي تشين كونسترينت او اللي هي اعباء سلاسل الامداد، هذه كلها جالس تؤثر. طيب. وهذا ما نشاهده حاليا. ايضا مساله مهمه اخي نايف، فضل. بس احب اقولها انه هنالك وفره في الامداد من خارج تحالف اوبك بلس، وهذا اللي جالسه تاخذ الاسعار بعين الاعتبار. هذا السبب انه ما شهدنا هنالك ارتفاع بالرغم من التخفيضات اللي اتخذت. انا كنت حسالك عنها، لكن خليني اروح نقطه ثانيه، يعني على اوجه القصور في بيانات وكالة الطاقة، والأمير عبد العزيز دائما ما كان يؤكد على هذه النقطة، على تحري الدقة في هذه البيانات لوكالة الطاقة، ولذكر بأنها أدت إلى اختلالات في السوق. شرحنا باختصار وش يعني هالكلام؟ الحقيقة وكالة الطاقة الدولية يعني لما من يوم ما بدأت الحرب في أوكرانيا في بداية العام 2022 يعني كان هنالك في خلينا نقول اللي هي المس بوليسي جايدنس أو اللي هو توجيه لل أو خطأ في توجيه السياسة خصوصا للدول الأعضاء في الوكالة، فكان هنالك توقعوا أنه ينخفض الإنتاج الروسي بحوالي 3 مليون برميل، وهذا بالتالي سوى هنالك صعود كبير في أسعار النفط وصلت قريب من 140 دولار، بالتالي ما خسر الإنتاج الروسي إلا مليون برميل، وبالتالي الدول اللي هي الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية سحبت من المخزونات الاستراتيجية حتى تحاول أنها نوعا ما تأثر على الأسعار، وهذه المخزونات الاستراتيجية في الحقيقة هي وضعت لحالة الطوارئ، فهذا اللي شهدنا هنالك نقد من منظمة أوبك أيضا من تصريحات سابقة لسمو وزير الطاقة السعودي اللي هي بيّنت أنه هنالك التحذيرات أو الإشارات اللي تطلقها وقال وكالة الطاقة الدولية أدت إلى اتخاذ سياسات خاطئة، بينما هذا في الأخير على اللونج تيرم قد يؤدي إلى ارتفاع التذبذبات في الأسواق وأيضا إلى نقص الاستثمارات، فهذا القلق لدى أوبك حاليا من مواضيع التقارير التي تصدرها وكالة الطاقة الدولية. أشكرك جزيل الشكر من فيينا الباحث المستشار في شؤون الطاقة بجامعة إمبريال كوليدج لندن يوسف الشمري. شكرا سيد يوسف.